هاي انا اسمي يوسف يوسف انا عضو في المحبة سنتر. النهاردة هكلمكم عن الاميجريشن وبعض الحاجات اللي ممكن اي واحد اميجرنت لامريكا يستفيد منها. اول حاجة لو الشخص الاميجرنت معاه جرين كارت بس ممكن من حقه لو كان عازب او سنجل يعني من حقه يقدم لزوجته واولاده اللي تحت 21 ودول بيجوا في خلال سنتين ونص تقريبا. لكن لما بيحصل على الجنسية ممكن يقدم لوالده ووالدته ودول بياخدوا حوالي 15 شهر ان هم يجوا او يقدم لزوجته او اولاده ودول بياخدوا حوالي سنة تقريبا ل 15 شهر برضو. ده بالنسبة للإميجريشن. بالنسبة للبنفيتس لما بيكون معاك جرين كارد بيبقى من حقك انك تشتغل في امريكا, بتدفع سوشيال سيكيورتي وبتاخد بنفيتس. لو انت شغال في شركة ممكن تاخد عن طريقهم انشورنس تأمين صحي, وممكن بتدفع لما بتدفع السوشيال سيكوريتي دي حاجة بتساعدك في وقت المعاشات او لو في ديسابيليتي يعني حصلت لك حادثة او وقوف عن العمل لأي سبب. فدي كلها مميزات للي معاه جرين كارد. تقدر تستعمل جرين كارد انك تطلع برا امريكا وتخش امريكا حتى لو مش مسافر لبلدك, تسافر لأي بلد في العالم, بس بعض دول هيطلب منك فيزا. لو انت معاك الجنسية اولا السوشيال سيكوريتي بتاعك هيكون المميزات بتاعته احسن. يعني مثال لو انت معاك جرين كارت وهتطلع على المعاش لازم تكون عامل 40 كوارتر معناها 10 سنين في الشغل وبمرتب يكون اعلى من حوالي 7-8000 دولار على الاقل. لكن لو انت معاك الجنسية مش محتاج كل الكريدات دي, بتقدر تاخد معاش, ومع المعاش على حسب سنك تقدر تاخد تأمين صحي, تدفع مبلغ بسيط بس بيبقى عندك تأمين صحي كويس. 7-8000 دولار في الشهر ولا في السنة؟ السنة. في السنة, السنة. الحاجة التانية لو انت معاك الجنسية تقدر تسافر اي دولة في العالم من غير فيزا, جست تركب الطيارة وتوصل هناك وتنزل, طالما انك انت هتقعد سياحة مش هتقعد اقامة طبعا ما عدا بلدك. لو معاك الجنسية ميزة تانية لو انت طلعت على المعاش بس كنت شغال مدة 10 سنين تقدر تحول معاشك كله لمصر وتصرفه عن طريق السفارة في مصر, وده جارانتي. فده نوع من انواع الخدمات اللي ممكن تتمتع بيها انك انت معاك جنسية في الولايات المتحدة الامريكية. طبعا في حاجات تانية بتعتمد على الشخص زي الديسابيليتي. يعني مثال حتى لو معاك جرين كارد وعندك إعاقة, لا قدر الله عندك إيد فيها مشكلة أو رجل أو حاجات زي كده, في بعض الأحيان بيبقى ليك الحق إنك تاخد ديسابيليتي, وحتى مع الديسابيليتي ممكن تشتغل أشغال خفيفة. فالبلد هنا بتهتم بيك كإنسان وبتهتم بأنها تفهم ايه احتياجك وبيساعدوك فيه. طبعا الناس اللي هم الصم والبق برضو ليهم امتيازات. يعني حتى النوع اللي احنا بنقول عليهم معوقين اي نوع من الاعاقة ليهم امتيازات كويسة. واحسن طريقة انك توصل لحاجة او تحصل على الامتيازات دي انك انت تخاطب دكتور, ابدأ تخاطب محامي متخصص في السوشيال سيكوريتي والبنفيتس بتاعته او الفوائد بتاعت السوشيال سيكوريتي. طبعا اول ما خلص انا مش محامي بس انا بقالي 40 سنة في امريكا وعندي خبرة, لو في حاجة انت محتاج تسأل فيها محامي يستحسن انك تكلم محامي
بس الكلام اللي انا بقوله ده عام وعن طريق خبرتي، ويعني انا متأكد ان اغلبه يعني ان هو صح. بس في بعض الناس بيبقى عندهم حالات مختلفة. ما تسيبش حقك، واسأل محامي واسأل حد واستفيد منه ومن خبرته في الحاجات دي. بس احنا ممكن بقى دلوقتي لو عايزين تحبوا نتكلم عن الشغل في امريكا. الشغل دلوقتي في ناشفيل تينيسي، الولاية اللي احنا قاعدين فيها. ناشفيل دي زي العاصمة بتاعتها كده، زي مصر والقاهرة كده. ناشفيل دلوقتي معدل النمو زي ما بيقولوا عليه في مصر نسبته حوالي 27%. 27% ديت يعني رقم كبير جدا، يعني ما نتخيلش ان هي 27% ده رقم ضعيف، لا ده رقم كبير جدا. تقريبا احنا رابع اكبر مدينة في امريكا على مستوى امريكا فيها معدل نمو. فطبعا معدل النمو دوت بيخلق فرص شغل كتير جدا، فرص شغل كويسة قوي. ما بقيناش زي زمان بندور على شغل ومش لاقيين شغل عشان اللغة، لا دلوقتي الناس ممكن تقدم على شغل مش لازم يكون في لغة، في ناس بيساعدوك ان هم يعينوك، تعمل الدراج تيست وتعمل اورينتيشن. الاورينتيشن دي اللي هي زي ايه، يعرفوك بالشغل او المكان اللي انت هتشتغل فيه. انا بقول الكلام ده بناء ان انا بقالي هنا 15 سنة في امريكا. طبعا انا اعتبر جديد بالنسبة للاستاذ يوسف، بس انا من اول ما جيت امريكا، اول ما جيت ناشفيل هنا، جيت من مصر على ناشفيل على طول اشتغلت في فندق الاوبريلاند. كنت شغال في ادارة العناية بالغرف او الهاوس كيبنج زي ما بيقولوا. ابتديت هاوس كيبر، كنت بنظف اوض، وبعد كده ابتديت لغاية دلوقتي ما وصلت نشكر ربنا ان انا مدير العمليات او الاوبريشن مانجر في الادارة. طبعا الشغل هنا كتير قوي دلوقتي بقى متوفر جدا. ممكن تشتغل في مصانع، ممكن تشتغل في مصنع الفراخ زي ما بيقولوا تايسون، مصنع اللحمة، في مصانع سيديهات، في مصنع انجرام، في امازون. ودول طبعا امازون دول من ضمن الشركات اللي عدلت الاجور في ناشفيل عامة، لان اول ما ابتدوا تعيينات ابتدوا بمبلغ معين. الشركات كلها والفنادق لقوا ان دول اكتر ناس، ده اكتر مبلغ يعني اكتر مرتبات، فكده هم ياخدوا كل الموظفين، فبدأوا هم كمان يعلوا المرتبات وعدد الساعة. فده طبعا حاجة فادتنا احنا ككميونيتي. احنا اخر احصاء لينا في ناشفيل ساعة ما البابا تواضروس جه كانوا تقريبا 27,000 عيلة كانوا بيقولوا ده اللي هو مسجلين. المسجلين في ناس طبعا مش متسجلة كتير، فتخيل 27,000 عيلة، تقريبا 27,000 عيلة، هنقول المتوسط 4 أفراد في كل عيلة، لأن في عائلات بتبقى 6 أفراد و7 أفراد. فإحنا حوالي 100,000 واحد مصري مسجلين قانوني عايشين في ناشفيل. فده طبعا مهم جدا لينا، مهم للناس اللي جاية لسه من مصر، إزاي تدور على شغل، إزاي تقدم في شغل. كل التساؤلات ديت إحنا ممكن نجاوبكم عليها طبعا، بما إن أنتوا هتشوفونا لايف او هتشوفوا الفيديو. ابعتوا الاسئله بتاعتكم احنا ممكن نجاوب عليها. ليديا هي المسؤوله عن المحبه سنتر، ممكن تديكم نمر تليفوني، حد يتصل بيا عايز نصيحه في اي شغل في اي حاجه. بس حاجه مهمه قوي لازم لما تيجوا تدوروا على شغل تحطوها في دماغكم، نمره واحد المواصلات. انتوا زي ما انتوا شايفين احنا هنا مش مدينه من مدن كبيره بتاعت امريكا اللي فيها بقى مترو انفاق واوتوبيسات كتير والكلام دوت، لا هو في نواه حوالي 12 او 13 خط اتوبيس اللي بيربطوا ناشفيل ببعض. فطبعا في حتت كتير ما بيوصلهاش الباص، فده طبعا هيبقى من ضمن التحديات اللي هتقابلكوا. ان انت اول حاجه تطلع رخصه، فمن فضلكوا طبعا خبره استاذ يوسف يقول لنا على الموضوع دوت، حاول تطلع رخصه بالطرق القانونيه. تطليع الرخصة من أول ما بتيجوا هنا بتسمعوا في ناس بيطلعوا الرخصة ب$600 وب$1,000 والكلام ده. الموضوع ده لما بيتكشف بيبقى فيه مشكلة مع الحكومة جامدة جدا، ممكن يلغوا لك الرخصة، ممكن حاجة كتير تحصل.
فحاول ان انت تنصح حتى اللي جاي جديد من مصر او عارف ان في حد قريبك جاي من مصر، تبعت له اللينك، تبعت له البريد الالكتروني بتاع الولايه، بيبقى الامتحان موجود، حد هيترجمه له في مصر، يبتدي بس يتعرف على القانون ازاي الناس هنا ماشيه. مجرد ما طلعت رخصه طبعا بتحاول تشتري عربيه عشان توديك وتجيبك. طيب احنا ما طلعناش رخصه، ما معناش فلوس دلوقتي نجيب عربيه، بنعمل ايه؟ لو انت ساكن في شركه مش في بيت قاعد مع قريبك، انت بتقعد مع قريبك مثلا فتره او بيستضيفك او بيخليك تيجي على شقه بيحجزها باسمه هو، لازم تعرف انت فين، نمره واحد. نمره اتنين، لما تيجي تقدم على شغل تعرف الشغل ده فين، لان وسيله المواصلات للشغل رايح جاي هي دي نمره واحد هنا في امريكا كالتزام بالشغل. من واقع خبرتي ناس كتير جدا بتفقد شغلها بمجرد ان هي يبتدوا يعملوا غيابات، يعني يغيب، ما قدرتش اجي، مواصلات، ما فيش حد يوديني، ما فيش حد يجيبني. في طبعا حاجة هنا اسمها اوبر وليفت، دول الشركات اللي بتتصل بيه ممكن يودوك او يجيبوك، ده في حالة ان اللي هيوديك ويجيبك مش موجود او اوف النهاردة او اجازة وانت لازم تروح الشغل. الالتزام في العمل عندهم مهم جدا، ما ينفعش تبقى لسه متعين جديد واول اسبوع ليك او تاني اسبوع تتصل تقول لهم انا مش هقدر اجي، لان من ضمن الاسئله اللي بيسالك في الانترفيو بيقول لك هل انت عندك وسيله مواصلات تسمح ان انت تجيبك وتوديك الشغل، بتقول له اه طبعا عشان تشتغل، لان لو قلت له لا هيفكر الف مره قبل ما يعينك، هو عايز يعين واحد افيلابل، واحد متاح ان هو يجي الشغل. فطبعا دي من ضمنها، تشوف انت فين، تشوف الشغل فين، شوف هتروح وتيجي ازاي. نمره اتنين، قدمت على الشغل. ممكن اعقب على اتفضل. في حاجة بسيطة انت ممكن اي شخص ممكن يعملها، لو انت نازل عند قريبك قبل ما تيجي قول له انت امكانياتك ايه، اذا كنت صنايعي، اذا كنت بتفهم في دي في دي، وتخليه يدور لك على مكان سكن قريب من الحتة الشركة او المكان، ودي موجودة يعني الاوبريلاند في جنبيه مساكن وحاجات قريبة جنبيه، صحيح انت هتضطر مواصلات بس هتبقى سهلة شوية. فدي نقطة انت شخصيا تقدر تقوم بيها. طيب انت هتقولي طب ما انا موجود، ما خلاص ايه، طب ما هو لو جاء قريبك اتصل بيك اشرح له دي وقول له انت عايز تعمل ايه ونحجز لك في الحتة الفلانية. فدي من الحاجات اللي بتوفر على اللي جاي حاجات كتيرة. تفضل يا سيد. طبعا زي ما استاذ يوسف قال، في كل مكان او في كل شركه او في كل منطقه بيفتح فيها مصانع، بيفتح فيها فنادق، لازم بيبقى في سكن شقق جنبيها يعني قريب منها، زي ما بيقولوا في مصر كده 5-6 كيلو سواقه. فحتى لو خدت الاتوبيس او خدت اوبر او ليفت هتبقى المبلغ قليل ان يوديك ويجيبك. دي نمره واحد. نمره اتنين، عرفت خلاص الشغلانه اللي انت هتشتغل فيها، عرفت هتروح وتيجي ازاي، هنبتدي نروح الانترفيو او المقابله الشخصيه. المقابله الشخصيه ديت زي ما بيقولوا في مصر الانطباع الاول بيدوم. الانطباع الاول بيدوم ايه؟ مجرد ما الشخص دخل بيبتدي يشوف، يبص على شكله، منظره، يبص على جسمه، هل هيقدر على الشغله دي ولا لا، يبتدي شوية انطباعات تتم لغاية ما يبتدي هو يسألك الأسئلة. طبعا الانطباعات ديت احنا كلنا ناس كويسين جدا ونضاف وزي الفل، حاول نروح ببنطلون قماش، جزمة وشراب، مسرح شعرك، حلقين دقننا بالذات، المظهر العام دوت بيفرق معاهم قوي. حتى لو انت فاكر لا ده هم محتاجيني، ده هم عايزين يشغلوا اي حد باي طريقة، في ناس بيبقى ده الانطباع اللي عندها، هو بتحصل وهنشغل للناس وكل حاجة، بس هي المشاكل بتبتدي تحصل بعد ما بتتعين. لو احنا عندنا طبع معين في حياتنا نشوف الناس دي بتفكر ازاي، نشوف الناس القديمة اللي شغالين في الشغل قبلنا نسألهم. طبعا نروح نسأل ناس تكون يعني الى حد ما موثوق فيها، ناس شغالة بقالها مدة طويلة، نحاول ناخد النصيحة. واحنا بطبعنا كمصريين أذكياء، بنعرف نقرا الشخصية اللي قدامنا ونعرف إذا كان الشخص اللي قدامنا دوت بيقول لنا الحقيقة أو مش بيقول لنا حاجة لهدف محدش يعرفه. بس حاول تسأل دايما، السؤال مش عيب. ولو أنت في الشغل حد اداك أوردر بالإنجليزي وأنت مش فاهمه، ببساطة جدا ما فيهاش أي إحراج، ده هو بيحترمك أكتر لو قلت له أنا مش فاهم. معنى أنت تقول له أنا مش فاهم يعني أنت عايز تفهم، عايز تفهم ليه؟
عشان تعمل. فدي بتفرق معاهم قوي، كون ان انت تقول له انا مش فاهم، انا اسف، I'm sorry I can't understand، بيشوف حد يساعد ان هو يوصل لك المعلومة. الموضوع ده كويس جدا وبيفيد ناس كتير، وهم بياخدوا عنك انطباع كويس في الشغل ان انت بتسأل عشان عايز تعرف. لكن نقعد نهز دماغنا على اساس ان احنا فاهمين ونعمل الحاجة عكس ما هم بيقولوا، دي بتحصل فيها مشاكل. طبعا احنا هنتكلم في المرات الجاية، لان ان شاء الله هيبقى عندنا لو لايف فيديو زي كده، او لو حبت ناس تيجي الاجتماع يبقى فيس تو فيس، يعني وجها لوجه، يقدموا لنا اسئلة يقولوا لنا انا عندي المشكلة دي. طبعا استاذ يوسف هو بس ايه يعني لا يقدر نفسه جيدا يعني، بس استاذ يوسف انا من الناس شخصيا اللي تعاملت معاه اول ما جيت امريكا، واستفدت كتير جدا لان بسأل. الراجل عمره ما بخل علينا بإجابة، عمره ما قال لنا أنا مش فاضي، أنا اتصل بيه في أي وقت بيرد عليك. بدأ الانطباع دوت يوصل لي، ليه إحنا ما نساعدش بعض لما نكون جايين من مصر جديد؟ نساعد بعض مش خسارة، مش هتكلفك أي حاجة، مجرد تليفون هتجاوب عليه 5 دقايق من وقتك ممكن تفيد واحد، تفيد أسرة، تفيد أولادك وتفيد أسرتك، قرايبك اللي جايين والناس اللي جايين. كل ما المجتمع ينهض ويبقى أحسن، كل ما هيكون فايدة للجميع. وطريقتنا وإسلوبنا في الشغل بتدي فكرة كويسة عن المصريين عامة، إن هم ناس مجتهدين جدا، بيحاولوا يعملوا اللي عليهم، في كل حتة فيها الحلو فيها الوحش. فما تحطش في دماغك ان دايما انا واقع وحتة والناس بيضايقوني والمصريين بيكرهوني وبيعملوا وبيسووا في بعض، ده كله كلام. الطبع، الطبيعة، الشغل في امريكا مش عيب. تعتمد على نفسك ده مش عيب، تعتمد على اللي حواليك ده مش عيب، بس ما تعتمدش على طول. ليه؟ لان انت هيجي في وقت الناس هيبتدوا يعتمدوا عليك انت. فمن فضلكم الموضوع بكل بساطة مفهوش اي نوع من انواع الامتياز او الاهداف، ملناش اي اهداف غير ان احنا نحاول شوية ننهض بالمجتمع في نجبل. احنا من اكبر الجاليات في امريكا المصرية يا جماعة، ما تقولوش نيوجيرسي وانا لسه عندي ناس شغالين جايين من نيوجيرسي، عيلتين جم من نيوجيرسي. ليه؟ ظروف الحياة وحاجات كتير، الجو هنا في تينيسي عامة عامل زي مصر تقريبا، هو في الشتاء بيبقى برد شوية وفي الصيف مطر على طول، فمناسب لناس كتير جدا. يعتبر من الولايات الملتزمة شوية لان احنا في الجنوب، ملتزمين اخلاقيا على الاقل. في حتت كتير المدارس مستواها في حتت كتير كويسة، تقدر تخش على المدرسة تشوف مستوى المدرسة عامل ازاي، او قريبك اللي جايبك او احنا تتصل بينا تقول لنا انا ساكن في المنطقة الفلانية بس المدارس وحشة، هنشوف هنعمل ايه. يعني انا مثلا زوجة استاذ يوسف وزوجتي عندهم خبرة بموضوع المدارس والمناطق والحتة دي، فادونا تليفون عندكم اي تساؤل، وطبعا احنا مش هنبخل عليكم، احنا بنقول كلمة. هيبقى عندنا زي ما استاذ يوسف قال، ليديا هي اللي مسؤولة عن السنتر، المحبة سنتر. ليديا بتنزل دايما، تابعونا، اخبار، الاخبار بتاعتنا كلها نازله على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام، كل اخبار نازله، الناس هتعرف بيعملوا ايه، هنجتمع امتى. وان شاء الله في اجتماع لينا كل شهر هيبقى ثابت مع الولاد اللي بيعملوا الاي سي تي، لان احنا عندنا هنا الاي سي تي كلاس. لو عارفين ايه هو الاي سي تي، ده الامتحان اللي يعتبر زي الامتحان اللي بيحدد مستوى الطالب في ثانوي، بيبتدوا ياخدوه بيعرفوا ايه الدرجات بتاعته. هنا طبعا في ناس يعني ليهم خبرة كويسة، هم اللي بيدوا الكلاس دوت زي حصص كده، زي دروس خصوصية، وطبعا المقابل بتاعها يعني سوري ضعيف جدا. المقابل بتاعها هو التكلفة بتاعتها بالظبط، لان بنديهم كتاب وبنديهم زي سناك، زي حاجة ياكلوها وهم موجودين او يشربوها. وفي نفس الوقت برضو المحبة سنتر بتقدم توترينج اللي هو مساعدة للاطفال، وخصوصا لسه جايين جديد، يساعدوهم في الهوم وورك،
ويعلموهم المواد باللغة الإنجليزية ويساعدوهم في كل ده. ف لو انت خايف من فلوس وكده، الموضوع ده على جنب. الحاجات الفلوس اللي بتتاخد عينية ومجرد تغطي تكلفة بس. في حاجة كنت عايز أقولها، لو الأستاذ أشرف يسمح لي. لو أنت رحت شغلانة واجتهدت فيها وقعدت فيها وما سمعتش للي جنبك وما دخلتش الحمام تشرب سيجارة واهتميت بيها، انت ممكن بنفسك الشركة نفسها تعليك. فانت ممكن مرتبك، يعني ممكن انت باجتهادك، مجرد انك انت امين ومخلص في الشغل وبتأدي شغلك كما هو مطلوب، هتلاقي مرتبك بيزيد وممكن توصل لمراكز. ف ما تبصش لنفسك انك انت دخلت الشغلانة دي كذا هتفضل فيها. دايما الشركات بتحب انها تعلي المرتبة بتاعتك او تعلي المستوى بتاعك لما تكون فيها، لانك انت فاهم اللي تحت وبعدين تفهم اللي فوقيها وبعدين تفهم اللي فوقيها وتفهم اللي فوقيها. انا بقول لكم على الميزة دي لسبب بسيط جدا. في ناس تروح مصنع او شركة بياخد مثلا 10 دولار، التاني ب10.5، يروح سايب ده ورايح ل10.5. في الواقع هو لو قعد في 10 دولار دي جايز بعد سنة ياخد 11 او 11.5، هيغطي ل10.5 واكتر. علاوة على انك لما بتقعد مدة بيبقى ليك اجازات مدفوعة، بيبقى ليك كذا حاجة، بتخش في شرايح تانية من الاستفادة من الوظيفة. فالاستعجال والجري وفي يوم الأجازة في الحاجات دي ملوش لازمة يعني. وصدقوني لو انت اشتغلت في مكان وحسيت انك مستريح، ألومك لو فكرت انك تسيبه عشان 50 سنت ولا دولار ولا دولار ونص تانيين، لأنك مش هتعرف الناس التانيين ايه، ولا السوبرفايزر هيبقى شكله ايه، ولا مين اللي هيتعامل معاك، ولا انت هتتعامل مع حد. فخدوا الحاجة بالهداوة. أمريكا مش حاجة هتغرف فيها فلوس زي مصر، أو تضرب لك حاجة وتجري، الكلام ده مش موجود هنا. بس ممكن على المدى الطويل تبقى أحسن من ناس كتيرة. والحاجة الأساسية لو عندك أولاد، اعتبر دول العمارة اللي انت بتبنيها، أحسن ما تشتري أرض وتخليها ولا تبعت البلد علشان يشتروا لك قراطين علشان مش عارف مين عمل ايه والكلام ده كله. في طالما انك جيت هنا لك اولويات تانية مختلفة، اهتم بيها علشان تنمو بعيالك وتنمو بأسرتك اجتماعيا وعلميا، والبلد مفتوحة. انت اللي بتطلب او انت اللي بتفكر عايز ايه، وانت اللي بتروح له، مفيش حد بيجي لك. ربنا يوفق الجميع. What are some, you'll have to translate, but what are some practical ways for someone to get promoted? Like if they're coming from Egypt and they want to get promoted in a business, what would you suggest they go into? Like what line أنا لسه قايل الكلام. ليديا بتتكلم على ايه اللي يخلي الواحد يترقى. اللي يخلي الواحد يترقى هو شغله، مش مهم الشهادة في بعض الأحيان أو في أحيان كتيرة، مش مهم الشهادة. بس خليني أسألكوا سؤال. لو أنت بتقوم بشغلك على أقصى، يعني بأقصى حاجة بتعملها، ومجهود كويس، إيه اللي هيخلي الشركة تخسرك؟ ساعة ما أنت تبقى عايز تسيب الشركة مش هتخسرك. سؤال. Yeah, we can read the comment. Yeah. طبعا نقطة مهمة جدا الأستاذ يوسف بيتكلم فيها، وده صح قوي. من فضلكم بس يا جماعة بعد إذنكم، يا ريت لو في بس شوية يعني المتابعة لينا. طبعا احنا بنشكر طبعا وقتكم ان انتم بتتابعونا، بس في من فضلكم الكومنتات اللي بتتكتب. احنا هنا عشان نساعد، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مش هنقدر نحل مشاكل. لو عندك مشكلة احنا هنقول لك على الطريقة في الشغل. لو انت عندك مشكلة في الشغل
ممكن تسألنا، لأن في طريقة معينة للتعامل في الشغل لو ما بيبقى عندك مشكلة ازاي تعمل ايه. في حاجة عندنا في أمريكا اسمها شؤون العاملين، الـ HR الـ Human Resource. طبعا شؤون العاملين دي مش زي مصر خالص. شؤون العاملين هنا دي كل حاجة في الشغل، هم نمرة واحد، وهم يعني ايه من A to Z زي ما بيقولوا، من الألف للياء. لما بيكون عندك مشكلة في الشغل قول لنا عليها، احنا نقول لك ممكن تعمل ايه. وعشان افهمكم برضو تكمل الكلام استاذ يوسف، دي من ضمن الحاجات اللي بتساعدك ان انت تترقى. ليه؟ لان انت لما بيبقى عندك مشكلة بتحاول تحلها، ده معناه ان انت يعني قلبك على الشغل عايز تشتغل، بس في مشكلة عندك وعايز حد يحلها لك. في عندنا مثلا، يعني احنا في الفندق مثلا في عندنا تليفون بيسموه الهوت لاين. لو انت مش مرتاح تتكلم مع مديرك، مع مديره اللي هو اللي اعلى منه، مدير مديرك يعني، مع شؤون العاملين نفسهم، في تليفون بتتكلم فيه، والتليفون دوت بيجيب لك مترجم. شوفوا نسبة المساعدة عاملة ازاي. بتقول على المشكلة اللي عندك، هم بيتحققوا منها من غير ما يقولوا اسمك، من غير ما يقولوا اي حاجة، لان هم بيوعدوك بكده عشان ما يحطكش انت حد استصدق. نمرة واحد، نمرة اتنين، نمرة تلاتة، نمرة عشرة. مفيش حاجة اسمها استقصاد في امريكا يا جماعة، محدش يقدر يستقصد حد ابدا خالص. هنا بلد حقوق وواجبات، ليك حق وعليك واجب تعمله. امشي في الصح، حاول ما تغلطش، واعرف لما يبقى عندك مشكلة ايه اللي ممكن تعمله عشان تحل المشكلة دي. من فضلكم، في ناس كتير قوي بتسيب الشغل بسبب السوبرفايزر مضايقها، خانقها، الكلام دوت، او زي ما استاذ يوسف قال، دولار زيادة، نص دولار زيادة. في مميزات في الشغل نفسه، لازم تبص على المميزات دي، ايه اللي انت بتعمله، ايه اللي انت مرتاح فيه، والشغلة دي جت على هواك وزبطت معاك. والشغل في امريكا مش عيب يا جماعة، الشغل فعلا مش عيب. زي ما بيقولوا كده في مصر، انا اول ما جيت امريكا كنت بنظف كيبينيهات على رأي الليمبي يعني. فالشغل في امريكا مش عيب. ناس بيبقوا جاي من مصر يقول لك ده انا والدتي جايه، ده انا والدي جاي، معقول هقول له ان انا شيال، او بشيل واحط بضاعه، او بنظف اوض، او بخدم على ناس في مطعم؟ الشغل في امريكا مش عيب، ولازم الناس يبقوا فاهمين كده. بكون ان انت الشغل مش عاجبك، مفيش مشاكل خالص، شغل مفتوح، الدنيا مفتوحه قوي قوي اكتر مما تتصوروا. الاشغال كتير جدا يا جماعه. لو واحد مش حابب الشغل، يعني حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب زي ما بيقولوا. اعمل الحاجة بروح، بقلب، بأمانة، قدامك، ما بينك وما بين نفسك، حتى مش هنقول يعني ما بينك وما بين ربنا، لا. وحاول تدي للناس الإحساس في الشغل، الفيلينج بتاعهم، ان انت مش جاي يعني كأنك يعني بتتجمل، او يعني ان انت يعني، لا، ده شغلك، ده اكل عيشك اللي بتاخد منه فلوس وفاتح منه بيتك. فمن فضلكم، الحاجات دي كتير جدا بتفرق مع اللي مشغلينك ومع مديرينك. انا اقول لكم مثل بسيط عشان البروموشن والكلام دوت، ازاي تترقى في شغلك. من ضمن الادارات في الفندق اللي انا شغال فيها، فيها حوالي من 9 ل 12 مدير. عايز اقول لك ان 6 منهم مصريين، 6 من المديرين في الإدارة عندنا مصريين، واحدة فيهم مساعد مدير العام، مديرتنا احنا مصرية. فالموضوع سهل، بس هم يحسوا ان انت فعلا قلبك على الشغل. الاستهتار والطريقة، وان انت جاي الشغل مبهدل والكلام دوت، كأن انت مش قلبك على الدنيا يعني، مش فارقة معاك. فده هم بيحسوا يعني، تمام؟ واحنا عندنا ميزه كويسه جدا، خلي بالكم، اصحاب الشغل بيبصوا عليها، الاقامه القانونيه. احنا اقامتنا في امريكا، هقول 90% من الناس اللي موجوده هنا اقامتها قانونيه، وفي ناس عامله ورق، وفي ناس رايحه للمحامين زي ما استاذ يوسف قال. ودي برضو ليها سكه تانية، 10% دول يعني مشكلتهم هتتحل. فدي ميزه عندك ان انت اقامتك قانونيه، فليك حقوق في البلد زي ما استاذ يوسف قال، المعاشات والتحويل وكل الكلام ده حقيقي ومهم جدا. من فضلكم ركزوا معانا، وشوفوا انتوا ايه المشاكل اللي عندكم بالظبط، واحنا ان شاء الله هنحاول نحلها لكم. والموضوع خلي بالكم على فكره اسهل مما تتصور. كل مشكله هنا في امريكا ليها حل،
كل حاجة ليها حل. في واحد بعد سؤال أيوة. بيقول في ناس ظلمة عندك أو صدقني بتسرق من التب رزق الناس صدقني أنا اشتغلت فيها. لو حضرتك كنت اشتغلت طبعا في شغلانة زي كده ومشاكل التب دي بتحصل كتير وناس كتير يعني بتواجهنا مشكلة التبس ديت اللي هو البقشيش يعني. أنا هقول لك حاجة بسيطة تمام. لو انت يعني كلمت مديرك ومحلش الموضوع، كلمت الـ HR اللي هو شؤون العاملين ومحلوش الموضوع، رحت كلمت التليفون ومحلوش، او ايا كان ايه هي وسائل الشكوى عندكم في المكان اللي انت شغال فيه، بكل بساطة زي ما اتعلمنا من واحنا صغيرين في حاجة اسمها ربنا هو اللي بيحاسب تمام. ولو انت شايف ان انت فعلا مظلوم وان انت حقك بيتاخد، بكل بساطة عايز تسيب المكان وليه خبرة معينة في حاجة هتلاقي شغل بره بكل بساطة. لو انت شايف في مكان ان في ناس بتظلم، في ناس بتتعامل بطريقة وحشة، المدير بتاعك او السوبرفايزر بتاعك مصري وبيعاملك بطريقة وحشة، بكل بساطة لقيت ان الموضوع ملوش حل، وعشان انت ما تبقاش متضايق وتدي الشغل كل وقتك وتبقى مركز فيه وتترقى زي ما انت عايز تبقى، روح شغل تاني لان انت بقيت خبرة في المكان دوت، فببساطة هتلاقي شغل بره. احنا ديدكتد قوي للمكان، يعني احنا مرتبطين قوي بالمكان، ما بنحبش نجيب الشغل، ودي حاجة كويسة قوي فينا على فكرة، ده مش عيب دي ميزة تمام. بس مش معنى كده ان انت عشان المكان ان انت تبتدي تظلم نفسك كمان، فدي حاجة مهمة قوي. طبعا موضوع التبس ده مفهوم. الهوسبيتاليتي عامة اللي هو شغل الضيافة، سواء كان مطاعم، سواء كان نظافة قوض، سواء كان حاجات كتير قوي ممكن بيحصل فيها اللي انت بتقول عليه دوت. بس انا بأكد لك 1,000,000% انه مش بيطول، مش بيستمر، بيبقى الوقت معين. سواء ان الشخص دوت الظالم دوت اللي بياخد التبس بتاعك اتمسك او عرفوا بالموضوع، السرقة من ضمن الحاجات السهلة جدا اللي تخسر فيها شغلك. اسهل حاجة تخسر فيها شغلك هي والتحرش الجنسي. طبعا هنتكلم على الحاجات ديت في يعني ندوات ان شاء الله، مقابلات مستقبلية هكلمكم بالتفصيل لما تقع في مشكلة زي كده ايه الحل بتاعها ونعمل ايه. بس طبعا احنا مش هنقدر نقول كل حاجة مرة واحدة، بس زي ما بقولك كل مشكلة ليها حل. انتوا بس قولوا لنا واللي عندكم مشكلة. وشكرا جدا للأستاذ اللي كتب التعليق بتاع في ناس عندك ظلمة. ما تقلقوش يا جماعة، يعني الموضوع مش كبير قوي زي يعني مش ظلم والكلام دوت. ف أستاذ يوسف طبعا لو تحب أنا بس عايز أعلق على النقطة دي، النقطة دي سهلة. أنا كنت في شغلانة وكان السوبرفايزر بيسرقني ويسرق المحل اللي أنا فيه. الفكرة اللي أنا عايز أقولها لكم هي أنا صبرت و يعني دوكمنت كل حاجة ولفت الأيام هو اللي اترفض. ف اهتم بشغلك واهتم بمجهودك وخليك في النور وما تخافش. وبعدين انت لما تبص اللي بيسرق ده هتلاقي في النهاية بيأثر عليك في $5 او $10. ف طبعا مش كل اوجه الحياة كلها زي الفل اللي احنا عايزينه، بتقابل انت مطبات وبتقابل مشاكل، حاول تتعامل معاها بالهدوء، تتعامل معاها بطريقة رزينة، ما تتعصبش، لأنك أنت لما هتتضايق أيمن، لأن أنت لما هتتضايق ده هيأثر على بيتك وأولادك، وأنت هتروح البيت معكنت، مراتك هتقول لك إيه، هتقول لها كذا ولا إيه. فالحاجات دي موجودة في الأشغال كتيرة وما فيش حد فينا هينكرها، بس خلي فيه صبر واهتمام بالشغل، واوعى عمرك تقول ده بيسرق انا مش هعمل ده علشان دول بيسرقوا كلام من ده. ادي الشغل، الشغل هيديك. الشركات دايما بتبقى في احتياج لناس وبيعرفوا مين الكويس ومين اللي منتظم ومين اللي بيلعب وكل حاجه، بس في بعض الاحيان بتبقى ايديهم ملويه لان ما عندهمش عماله كافيه. ادي الفكره. بس باشمهندس مينا جرجس كاتب سؤال بيقول حضرتك انا سوبرفايزر دلوقتي في ابل، طبعا برافو عليك ممتاز يعني. معاك المهندس مينا جرجس، حضرتك انا من الناس اللي بتحبك قوي، شكرا ربنا يخليك وانا احبك اكتر. انا اتظلمت عندك في اول ايامي هناك وحضرتك
انا اللي حطيت الفلوس بنفسي وكتبت عليها اسمي وهي خدتها وانا قلت لها اسمي على $5 وانا كتبت اسمي على $5. انا فاكر طبعا الحادثه دي كويسه مينا، وانت كنت من الناس الكويسه جدا، وانا ناسف ان احنا خسرناك. يعني عايز اقول لك مينا، لو ليك حد في الاوبرلاند او تعرف حد دلوقتي اللي كانت بتعمل كده ديت اتفايرت في نفس الحادثه، وده اللي استاذ يوسف قال عليه، ان احنا حتى لو ما قدرناش نثبت، وحتى لو مش قانونا قانون عمل في الفندق اللي انت شغال فيه او المكان اللي انت شغال فيه، ان انت حتى لو اثبتت الحادثه ان احنا نقدر نعمل حاجه مع الشخص دوت. ليه؟ لان في حاجه هنا اسمها يونيون، اللي هي نقابه العمال. الناس لما بتمشي باسباب واهيه، يعني الشغل بتاعهم، انا قلت لهم دي فلانه دي بتسرق واحنا زبطناها وحطينا حتى العلامه ديت، كتبنا عليها اسم مينا وهي خدتها، تمام. نمره واحد مفيش كاميرات جوه الاوضه، فما نقدرش نثبت ان هي خدت الفلوس. طبعا الفلوس اختفت، هي 100% اللي خدتها. دي من ضمن المشاكل، ان احنا ما ينفعش اجي اقول له لا انت اللي خدت الفلوس ديت، يبقى حضرتك لا احنا اسفين انت تخسر شغلك. بس اللي حصل بعد كده ان الشخص دوت اللي عمل معاك كده جت حادثه معينه، طبعا ايده اتمدت زي ما كانت بتتمد على فلوسك، اتمدت على فلوس الزباين في الاوض وهي كسوبرفايزر. فطبعا اثبتوا الموضوع لما الجست طبعا اشتكى وعمل مشكله، جابوا بالكاميرات مين اللي دخل الاوضه ساعتها، المفتاح بتاعها، كل دوت جابوها، حققوا معاها، اعترفت، وساعتها خسرت الشغل بتاعها. فزي ما استاذ يوسف قال ان هو بالفتره حتى يعني حتى يعني لو في ظلم زي ما انت قلت، او انت شوف او اللي حصل معاك ايه، انت كنت راجل امين وزي الفل، وببساطه اللي حصل معاك ان انت دلوقتي سوبرفايزر في ابل. انت كنت ممكن لو كنت لسه قاعد في الفندق لغايه دلوقتي ما كنتش هتبقى سوبرفايزر. يعني الخمسة دولار دي خدمتك انت كتير جدا، بس هي فعلا خدمتك في سبب لسبب، يعني لان دي حاجه كويسه. شكرا جدا ان انت شاركت معانا مشكلتك، لان دي بتحصل مع ناس كتير بس بنوعيات مختلفه، انواع مختلفه من المشاكل. الناس ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. انت ساعتها جيت وكلمتني وانا اتكلمت وكلمت شؤون العاملين وهم اللي قالوا لي كده. طبعا ما كانش ينفع ساعتها ان انا اقول لحضرتك ان شؤون العاملين قالوا ما ينفعش ان احنا نخليها تخسر شغلها، لان احنا ما شفناهاش وهي بتاخد الفلوس، بس انا متاكد ان هي اللي خدت. بس ما علينا، يعني عدت فتره، وعلى فكره كان الموضوع ده بعد شهور قليله قوي هي خسرت شغلها. في تقريبا ليديا في حد بعت سؤال وبيقولوا بالنسبة لسؤالي، انا مش عارف ايه هو كان السؤال، فممكن ارجع تاني للسؤال. احنا سألناه يسألوا تاني لان هو مش موجود، احنا مش شايفينه. طيب اوكي، بص، ومع ذلك هحتفظ بالاسم ومش هقول. كويس يا مين ان انت مش هتقول الاسم، طبعا شكرا جدا ليك، لان ده اللي انا متعود عليه منك، يعني ان انت انسان محترم يعني. فما علينا، اللي حصل حصل. وعلى فكرة بكل الأشغال كده، في ناس كتير بتخسر شغلها بسبب الموضوع ده. كانوا بيقولوا لنا حاجة ببساطة زمان كده، أول ما تعيننا في الفندق، أدام الحاجة مش بتاعتك ما تطلعش بيها بره الفندق. بيبقى الجست سايب حاجات في الأوض وكتب عليها جواب وبيقول إن هي هدية للهاوس كيبر، ممنوع يطلعوا مأكولات ومشروبات بره الفندق. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو سايب لك كيس شيبس، إزازة صودا، أيا كان، ما ينفعش تطلع بمأكولات ومشروبات بره الفندق، وده للسيفتي والسيكوريتي، للامان بتاعك، لان لالا يكون الاكل بايظ او المشروب فيه حاجه فما بيرضوش. لكن لو هديه، برواز، اي حاجه هو سايبها لك، بتاخد دلوقتي الجواب دوت، بتروح ليه للمدير بتاعك. وفي عندنا 4 معينين في الاداره هم اللي بيدوا التصريح ان انت تخرج بيها من الامن، اسمه الريد تيكت، الكارت الاحمر ده، بيتمضي وبيكتب ايه هو الايتم، الحاجه اللي هو سايبها لك بالتفصيل بتاعها والجواب بتاع الجست، بيشوفوا المدير العام بتاعنا او مساعد المدير العام، هم اللي بيطلعوا التصريح. فدي من ضمن الحاجات اللوست اند فاوند، الناس بتبقى فاكره ان هي حاجه هايفه، بس بتلاقي نفسها ان هي بتخسر شغلها بسبب حاجه زي كده. استاذ يوسف، يا ريت برضو يعني بما ان انت بتشوف كتير اكتر مننا شويه، وعندك برضو المنبع، دايما الناس بتروح للمنبع فبتجيلك مشاكل كتير، فياريت تشارك معانا ايه
ايه حاجه قريبه من كده حصلت مع حد يعني؟ في حاجات كتيره بتحصل ومشاكل كتيره بتحصل. طب دقيقه واحده، في سؤال جه من حد. اوكي، في واحد بعت سؤال بيقول اعرف ازاي حقوقي في الشغل وواجباتي في الشغل، هو ده السؤال. اوكي، كمل استاذ يوسف وانا هجاوبك على السؤال دوت. استاذ مين اللي بعته؟ استاذ عيسى عبد الله. اوكي ماشي يا استاذ عيسى. نرجع للقصه الاولى، انت في شغلك لو انت بتبذل مجهود، ومش مجهود، انت بتعمل اللي مطلوب منك، بس بالامانه هم في النهايه في حد والريكونايز يعني. انا تعينت، انا شخصيا تعينت في شركه واحده من اكبر الشركات اللي موجوده في امريكا، وكنت لا شيء، كنت انسان قليل ما فيش حاجه. اتنقلت المكان تاني وبالصدفه الفايس بريزن بتاع الشركه ده صمم ان يجي المكان ده لان هو يعرفه ويعرف ان فيه مشاكل. لما دخل لقى المواضيع مختلفه، قال مين اللي عمل كده؟ ف المدير بتاعي والمدير بتاع الديفيجن اللي انا كنت فيه قالوا له ده يوسف جه اتكلم معايا. وفي الواقع الراجل ده يعني من ساعه الوقت ده ابتدت بيني وبينه علاقه، وكان كتير قوي يتصل بيا ويتكلم معايا في حاجات. مثلا هو عايز ياخد راي واحد من الموظفين، وانا الوظيفه دي ترقيت فيها لاعلى من مدير، كان مرتبي كويس وكنت باخد بنفيتس كويسه وكنت باخد حاجات كويسه، بس طبعا سبتها لان انا عايز اجي تنسي. مش دي القصه، القصه انت اللي بتبني نفسك، مفيش حد بيبنيك. ممكن ناس تساعدك بس انت اللي بتبني. هتلقى مطبات وانت ماشي، عدي على المطبات ما تتكعبلش فيها، ولو اتكعبلت فيها قوم وقف ما تقعش. افصل بيتك عن المشاكل عشان تتقلل من الضغط اللي عليك والضغط اللي على في البيت. طبعا كل واحد مختلف، بس انا ما بقولش ان انا حياتي زي الفل. كل واحد عنده مشاكل زيكم زي اي حد، بس تحاول تتعامل معاها بطريقة عقلانية شوية. والانتقام والحاجات ده كلام فاضي وما بيقضيش لحاجة خير يعني، ما عنديش لحاجة خير. وسيب جزء لربنا، سيب ربنا يعمل حاجة يعني، وربنا يوفقك. اتفضل. في سؤال واحد باعت بيقول اعرف ازاي حقوقي في الشغل وواجباتي في الشغل، هو ده السؤال. ببساطة انت لما بتيجي تتعين في الاورينتيشن زي ما قلت لكم، اللي هي الـ زي اجتماع كده بيجيبوا كل الناس الجداد بيعرفوهم بالمكان اللي هم هيشتغلوا فيه. من ضمن الحاجات انت بتمضي عليها اللي هو قوانين العمل في الشركة دي. زي ما احنا عارفين، لو ما نعرفش مصطلح الرأس مالية، بس امريكا بلد رأس مالية يا جماعة. بلد رأس مالية يعني ايه؟ الرأس مالية عبارة عن ان كل واحد عنده بيزنس او عنده شغل شركة هو حر تماما في كل قوانينها، هو اللي بيفرضها بما لا تخالف قانون الولاية اللي هو عايش فيه. فدي فيدرال يعني، دي حاجة عامة على مستوى أمريكا كلها. كل واحد صاحب شغل بيبقى عامل قانون شروط معينة لازم يعرفك على الحاجات دي في اليوم اللي انت بتيجي الأورينتيشن زي ما قلت لكم. يعني احنا في عندنا حاجة اسمها الهاند بوك اللي هو كتاب اليد. الهاند بوك دوت فيه كل قوانين الفندق، تلبس ايه وما تلبس ايه، تاكل ايه، يعني المكياج بتاع الستات مثلا، الضوافر، النظافة الشخصية، قوانين العمل اللي بتخالف العمل اللي هي زي السرقة وزي اسباب كتير، وبيقولك ايه هي العواقب بتاعت الحاجات دي. بكل بساطة تروح للإدارة بتاعت شؤون العاملين زي ما قلت لكم الاتش ار، تقول لهم يا جماعة انا عايز الرولز بتاعت الشركة. الرولز بتاعت الشركة ديت بتقولك ببساطة ايه هي الحاجات اللي المفروض ما تعملهاش وايه الحاجات اللي المفروض تعملها ببساطة. وبرضو لو انت شغال في مكان ومش عارف توصل لأي حاجة ممكن تتصل بينا،
احنا هنخش على الويب سايت بتاع المكان اللي انت شغال فيه دوت ونشوف اذا كانوا هم ناشرين على الويب سايت بتاعهم اللي هو الحقوق والالتزامات زي ما حضرتك بتقول. بس الحاجات ديت المفروض ان هي تبقى متوفره طبعا في كل شركه. قسم شؤون العاملين زي ما قلت لك بتروح تقول لهم يا جماعه انا عايز الرولز بتاعه الشركه. احنا بيبقى ليها مسميات مختلفه، احنا عندنا اسمها الهاند بوك. طبعا لو اي راح اي حد راح لشؤون العاملين يقول لهم انا عايز كذا، دي من ضمن الحاجات اللي لازم تتوفر تماما للعاملين عشان يعرفوا حقوقهم وواجباتهم ايه. فمن فضلكم ده شيء كويس جدا. انا بشكر جدا الناس اللي بتبعت اسئله لان دي بتفيد ناس كتير والناس اللي بتتفرج علينا برضو، وده حاجه كويسه قوي. في حاجه انا عايز اضيفها في النقطه دي، هو الشركات كلها بتطلب حاجه واحده، ما تجيش بارائك، ما تجيش بارائك في الموضوع. يعني لو الشركه بتقول لك اعمل دي شمال اعملها شمال لان هم درسوها وعرفوا ان دي احسن طريقه. في بعض الاحيان احنا بنفكر حاجه على حسب الباك جراوند بتاعنا، على حسب احنا جايين منين، على حسب حاجه شفناها قبل كده هي ممكن تكون صح بس هم مش عايزينها. فالمطلوب منك تكبر دماغك الا في حاله واحده، لو عندك فكره تعتقد انها تعمل حاجه للشركه، وفي الحاله دي روح كلم مدير وقول له لو لقاها كويسه هيقول لك ماشي. لكن ما ينفعش ان انت تبقى موجود وتاخد شورت كات لحاجه وتقول اصل انا ما كنتش فاهم مثلا. لا، خلي افكارك ومعلوماتك لنفسك. حاجه تانية في سؤال تاني؟ الأستاذ ناش جرجس بيتكلم على تنمية اللغة والمساعدة فيها. طبعا دي حاجة نتمناها للكل. هو لو انت عايز اقول لك تنمية اللغة ازاي بالبعد عن التلفزيون العربي، بس يعني ما ينفعش ان انا اتكلم كده. اللغة اولا بتيجي من الاحتكاك الجامد، في مدارس كتيرة مجانية في المكتبة العامة وفي اماكن كتيرة. لو ما تعرفش يقول لنا. الاستاذ فوزي اللي هو بيعمل الجورنال بتاع تينيسيان ده، الجورنال بتاعه اللي هو بيتوزع في اماكن كتيرة في تينيسي سواء كنائس او كده، بيبقى مكتوب فيها الاماكن المجانية اللي انت تقدر تستخدمها بالنسبة للغة الانجليزية والحاجات دي. احنا طبعا الموضوع ده في دماغنا بس احنا لسه في بداية، احنا بنطلب تعديدكم لمجرد تعديدكم بس، مش عايزين اي حاجة تانية. وان شاء الله لما نكبر شوية نقدر نعمل دروس للغة الانجليزية. وفي الواقع هو احسن حاجة اللي احنا هنفكر نبتدي بيها، بس مش دلوقتي عشان محدش يفتكر ان في واحد، هنبتدي بالحاجات العامة، ايه الحاجات اللي انت بتختلط بيها يوميا وازاي تتعامل معها. بس دي مش دلوقتي، قصادها وقت شوية، احنا لسه يعني في البداية بنحبي. اول حاجة عايزين نرضي اكبر كمية، وفي نفس الوقت عايزين الخدمة اللي نقدمها تبقى يعني كمية كبيرة بس مستفيدة منها. وطبعا من ضمن الحاجات اللي احنا بنفكر فيها من المستقبل ان احنا كلنا نساعد بعضينا. يعني احنا لما هنكبر انا هنطلب من بعض الناس يجوا يساعدوا معانا وحاجات زي كده يعني. ف احنا يعني نتمنى ان الكل يكون مستفيد، اللي عنده اراء يقولها لنا، اللي يحب يبقى يجي يحضر الجلسه دي لايف يعني ويلكم ان يجي. المحبة سنتر هتلاقي عليها المواعيد والمكان وكل حاجة. أهم حاجة تعديدكم الشخصي، قولوا للناس، وإحنا مستعدين لأي أسئلة أنتم محتاجينها نجاوبكم عليها في الوسط. في واحد بعت سؤال بيقول لي عندي فرص كتيرة للتعيين في المطار بس اللغة مطلوبة وبقف عاجز عن مساعدة الناس بسبب اللغة. أستاذ نشأت طبعا احنا نعرف بعض من زمان قوي، انا ونشأت. نشأت بيقدم خدمات كتير قوي للناس اللي عايزة تشتغل في المطار. ناش جرجس ليه ويب سايت كمان على الفيسبوك لو عايزين تتابعوه. ناش على فكرة مدير في المطار
وبيساعد ناس كتير قوي تتعين في المطار. هو على حسب الشغلانة اللي حضرتك قدمت عليها في المطار بيبقى اللغة مطلوبة. في حاجات بيبقى اللغة فيها مش مطلوبة. طبعا أستاذ نشأة هو كاتب دلوقتي، ممكن لو عايزين تخطبوه برضو تقولوا له ايه هي الاشغال اللي ما بتبقاش محتاجة لغة وايه الاشغال اللي بتبقى محتاجة لغة. يعني استاذنك اتفضل. هنا في نقطة، لما بتكون شركة عايزة حاجة لو انت ما تقدرش عليها قل له واطلع برا الموضوع، لانك انت لو دخلت وطلعت احتمال تبقى في البلاك ليست، يعني ما تقدرش تخشها تاني، تقدرش تعين تاني. وحاجة زي الاستاذ نشأة دي، روح قول له انا افهم دي او دي، او روح قول له كلمني بالانجليزي اللي انت عايزه، لو انت فهمته ممكن ياخدك يعينك، لو انت ما فهمتوش يبقى مرة تانية او شغلانة تانية. بس الناس اللي بتروح ويقول لك وبعدين يجي يقول له افتح الباب يروح قافله، ما ينفعش، لان هو بيجيب مشكلة لنفسه او بيتسبب ان هو يمشي. بس ده بيخلي الكوميونتي بتاعتنا، يعني الشركات تقول لك لا ده الناس دي متعبين. فلازم برضو كلنا، يعني انت راعي ابنك راعي اخوك، ان ده ممكن يجي ويحتاج اللي انت بترفضه دلوقتي. استاذ نشأة بيبقى عنده فرص كتير فعلا في المطار، وعلى طول بينزل على الويب سايت وعلى جروب المحبة وبيزنس مان ناشفيل بيزنس مان، دي من ضمن الويب سايتات اللي ممكن تتابعوها يا جماعة، لان بيبقى فيها فرص شغل كتير برضو. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تشغلكم بكل بساطة، مجرد ما جبت عربية حاجات كتير قوي هتتحل معاك. انا عن نفسي تجربة شخصية، وطبعا نشأة قال الكلمة دي بالذات لانه عارف انا خدت انجليزي، لان الانجليزي بتاعي كان ضعيف جدا لما جيت من مصر. ورا الانجليزي اللي بناخده في اعدادي وثانوي، بتيجي هنا بتفاجئ ان هم بينطقوا الانجليزي بطريقه غريبه جدا، يعني في حروف ما بيقولوهاش، فده انت بتضطر ان انت يعني ما بتبقاش عارف ما بيقولوا ايه يعني. فاخدت كلاسات انجليزي، وكان في مدرسه اسمها ماجافيك قريبه من الشغل عندي، وكانت حصص مسائيه، فكنت بروح 3 مرات في الاسبوع لمدة 2 ساعة، ودي فادتني كتير جدا في الكارير بتاعي في الشغل بتاعي يعني في الفندق. ودي من ضمن الحاجات الاساسية اللي ابتديت ساعتها اترقى. ونشأت برضو من ضمن الناس اللي اشتغلت معنا في الفندق، وكان ترينر سوبرفايزر بعد فترة قليلة جدا من شغله معنا، هو والمدام اشتغلوا عندنا برضو، فهم فاكرين. وكويس ان احنا بنتواصل مع بعض دلوقتي، الحمد لله العلاقات الانسانية كويسة جدا الحمد لله، نشكر ربنا يعني. بس المعرفة موجودة يا جماعة، اسألونا واحنا نجاوب عليهم. في حد بعد بيتكلم عن القضايا اللجوء والحاجات دي كلها، انا دي هتبقى اخر حاجة هنقولها. انا هتكلم فيها، يعني في حاجة انا بقولها لبعض الناس مش كل الناس عارفينها لأسباب كتيرة. مفيش حاجة في امريكا اسمها لجوء ديني، فخلينا متفقين على دي. قضايا اللجوء المفروض انك انت لو عندك مشكلة في شغلك او عندك مشكلة في دخلك او دخلك انت ومراتك، نتيجة المشاكل دي نتيجة دينك، فهنا بتبقى نتيجة دينك. فانت لازم تثبت انك انت في شغلك كان عندك مشاكل وحاولت انك تروح شغل تاني او تنقل على بلد تانية، لكن المشاكل لسه موجودة بطريقة او باخرى. ده جزء من نجاح الـ لو انت عندك قضية لجوء. لكن لو واحد جاي من مصر لمجرد ان واحد قال له انت مسيحي، دي مش قضية لجوء، والأمانة ده هزار يعني. صحيح في ناس كتيرة مضطهدة في مصر، وأنا واحد من الناس مش هنكر ده، لكن مش كل الناس عندها مشاكل للجوء. فاللي جاي هنا على أساس يقدم للجوء، قبل ما يقدم لازم يكون عارف إن المشاكل اللي عنده مأثرة على بيته، المشاكل اللي عنده مأثرة على أسرته، المشاكل اللي عنده المشاكل اللي عنده مأثرة على دخله، وبالتالي وده كله نتيجة الدين بتاعه هو اللي أثر، مش الشغل هو اللي أثر. ف
فدي حتة مهمة في اللجوء. الشخص اللي باعت ده لو عند عايز استفسار تاني ممكن يبعت عليه، او ممكن هو لو عارف المحل يبقى يجيلي ويشرح لي ايه اللي هو عايزه وانا اتكلم معاه فيها. لان بعض الحالات اللجوء بيبقى ليها خواص شخصية جدا، وانا يعني انا شفت بلاوي متلتلة وحاجات لازم يعني تبقى ليها البرايفسي بتاعها. هو الاستاذ اشرف انا قلت هقول اخر حاجه بس هندي له هو يقول اخر حاجه. لا معلش، هو احنا بس عشان مرتبطين يا جماعه بميعاد في المكتبه هنا في الميتنج روم، فاحنا المفروض ان احنا قدامنا بالظبط 5 دقائق. انا هجاوب بسرعه. استاذ مايكل سعدي كاتب بيقول ان هو عنده خبره 4 سنين في شركات الشحن في المطار. ايوه مايكل انا عارف، وان شاء الله اول ما هتيجي ناشفيل. اهو ده يا جماعه مثل واحد عايش في نيويورك وباعد بيقول ان هو هينقل هنا ناشفيل، ظروف المعيشه هنا افضل، بس هو عايز يتاكد ان هو هيشتغل في الكارير بتاعه في الحاجه اللي هو عنده خبره فيها. ان شاء الله لما تيجي هنفتح ونشوف المطار فاتح ايه، وهنوصلك باستاذ نشأة ان هو مدير في المطار وعنده خبره في شركات الشحن كمان وفي الاعمال اللي بتبقى مفتوحه والاشغال اللي بتبقى مفتوحه. ان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا. ولو عندكم اي سؤال او استفسار حتى الراجل الشخص اللي بيتكلم على معلش دي اتفضل بتاع اللجوء والكلام من ده، اللي حصل في ناشفيل كان فيها قاضي في منفس وكان مع القاضي ده كذا مساعد. مع الاسف القاضي ده اتحل على المعاش واللي جم وراه مش قادرين يغطوا اللود اللي جاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت بتسمعوا انه نيويورك وكاليفورنيا اسرع، انا ممكن اقول ان دي حقيقه لاسباب كتيره جدا، وخاصه ان نيويورك وكاليفورنيا مش عندهم لجوء للمصريين بس، عندهم لجوء يعني كاليفورنيا عندها لجوء للمكسيكان والساوث امريكا والمصريين واللي بيجوا من روسيا واللي بيجوا من يوغوسلافيا والحتت دي. فالديبارتمنت اللي هو ماسك اللجوء هناك مور اكسبيرينس، وبيحاولوا يعملوا سبيد لان طبعا لو سابوا الحاجات هيبقوا اواي بيهايند. هي لمجرد المعرفه. هل ممكن تنقل الكيس بتاعتك في سواء نيويورك او كاليفورنيا؟ يس تقدر تنقلها، بس انت تنقل معها بس. ارجو ان انا كنت جاوبت عليكم. في اي حاجه عايز تقول؟ في اسئله بتتكتب لسه يا جماعه، مفيش مشاكل، خلينا ناخدها المره الجايه. هنكيب اب مع الاسئله ديت وهنسجلها كلها. معانا ليديا ورشا هنا بيسجلوا الاسئله دي كلها وان شاء الله هنجاوبكم عليها. وشكرا جدا لمتابعتكم لينا، وشكرا لاستاذ يوسف لوقتك طبعا وشكرا جدا للناس حتى اللي شافتنا، وشكرا يعني لحسن استماعكم. واتمنى انكم تساعدونا ان احنا نضغط بالبرنامج ده عشان كلنا نستفيد، واللي عنده اي حاجه يقدر يبعتها للمحبه سنتر. مش لازم يكون سؤال، لو عنده فكره او عنده حاجه كويسه لينا كمجتمع يبعتها لنا. شكرا لكم جميعا. شكرا يا جماعه وتصبحوا على خير. سلام.